هل تفيد ماذا؟ التصديق. لا تفيد التصور، تفيد التصديق. ولذا في الغالب لا تدخل إلا على الأفعال، لكن قد تدخل على الأسماء من باب إبراز ما هو مطلوب أن يحصل في صورة الحاصل، كقوله تعالى فهل أنتم منتهون، فهل أنتم شاكرون، فهو يطلب الانتهاء ويطلب الشكر، لكن أتي به بعد الاسم من أجل أنه حاصل وواقع، فما على المأمورين إلا أن ينفذوا وأن يطبقوا. وبالمناسبة هل كالسين مع الفعل المضارع، أخذنا السين، ماذا تصنع بالفعل المضارع؟ تجعله للاستقبال، كذلك هل تجعله للاستقبال. ولذا لا يصح أن تقول هل توبخ زيدا وهو مجتهد، وهو مجتهد جملة حالية، فلا يصح أن تأتي بهل في سياق الحال، إنما في سياق المستقبل. وهي مثل قد، لا تدخل على منفي، فلا يصح أن تقول قد لم يقم زيد، فكذلك لا يصلح أن تقول هل لم يقم زيد.